في ناس يا سيادنا عايشة الدنيا دي كده، تاكل تشرب تقضي حوائجها وتنام، ويقوم تاني ياكل يشرب يقضي حوائجه وينام، ياكل يشرب يقضي حوائجه وينام، وبعدين خرج من هذا العالم لا يروى عنه كلمة تحمد، وخرج من هذا العالم لا يروى عنه معرفة تحمد، وخرج من هذا العالم لا يروى له وقتا شريفا، لم يكتب عليه أثر، لم يترك في هذا العالم وردة زرعها لله ليحصدها من جاء بعدنا فيستنشق منها عبقا يجعل ترجمان قوله الله. لابد أن نتزين عند كل مسجد، وخير لباس المرء تقوى الله. لابد أن نتزين، خذوا زينتكم عند إيه؟ لاعتبارات عدة، منها الزينة الظاهرة، أحلى جلابية عندك تلبسها وانت جاي هنا. ليه؟ لما بتكون عايز تقابل حد عظيم بتلبس له ايه؟ أجمل ما عندك. ده دليل قاطع على ان انت بتعظم شعائر الله. يعني كوي الجلابية قبل المجلس ده عبادة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو ايه؟ هو واجب. خذوا زينتكم عند ايه؟ عند كل مسجد. وقالوا الزينة عند كل مسجد، الزينة الظاهرة مطلوبة بدون سرف بدون استكبار، والزينة الباطنة هي أن تتزين لله بالإخلاص، والزينة الباطنة هي ألا ترى لنفسك على غيرك في مواطن العبادة والشهادة فضلا على أحد، وألا ترى لنفسك وأنت في حضرة المسجد فضلا على من هو بر المسجد. دي أعظم زينة يشوفها في قلبك، التواضع الانكسار الأدب، لأنه سموه إيه؟ مسجد. مسجد يعني إيه؟ مقام فناء. الإنسان مخلوق في هذا العالم ليعرف الله ويعيش في ثوب الاتباع لرسول الله مع المحبة، ولكن ما لم يتحقق بمعرفة الله يدخل الدنيا ويخرج منها ما حصلتلوش هذه المعرفة بالله، عاش كما تعيش والعياذ بالله البهائم، ما حقق من الحياة إلا الأكل والشرب والنكاح والنوم. وكتير يا سادة من الناس حالهم كده. الإسراف معاني كتيرة، منها الإيه؟ الإسراف إضاعة الأوقات وإضاعة الأقوات وإضاعة الأحوال في جمع المال للأكل والشرب فحسب. تحيز الحياة جعل الحياة حيازة خاصة بالأكل بس. عايش هنا، وزي ما قلت زمان، نحن دعينا في هذا العالم إلى معبد قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ لا نعيش فيها في معلف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تخيل ان هذه الصفة ما بيحبهاش ولا بيحب اهلها.